فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا